أنا وخصوصا بقى في حلقه النهارده، لان احنا عايزين نتكلم مع حضرتك باستفاضه في معطيات اللقاء المرتقب يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله، لقاء كاس السوبر المصري بين الاهلي والزمالك. وخليني اعرف من حضرتك بدايه كده في ضوء مشاهدتك او مشاهداتك لاداء الفريق في الاربع ماتشات اللي فاتوا. كان احنا لعبنا لغايه دلوقتي مع المدير الفني الجديد اربع لقاءات رسميه، اثنين منهم مع قاريين مع الاتحاد المنستيري التونسي ذهابا وايابا، وماتشين في الدوري. في ضوء اللي حضرتك شفته في الاربع ماتشات دول، الى اي درجه انت مطمئن لماتش يوم الجمعه ان شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه الراجل من اول ما نزل من الطياره ما راحش الفندق، راح رايح على الملعب على طول، لان هو بحكم خبرته كراجل درب منتخب النمسا عارف انه الايام بالنسبه له كتدريب بتعتبر دقائق. فمثلا لو انا هدرب شهر فتره اعداد، الشهر ده ما هو الشهر، لا انا هدرب مثلا في اليوم ساعتين الصبح وساعتين بعد الظهر، ادي 4 ساعات في 25 يوم، لان انا بدي 4 أو 5 أيام اجازات. فالاربع ساعات اضرب في 25 هتبص تلاقي العدد الساعات طبعا يعتبر قليل جدا، ومع ذلك هو افضل من غيره، لان قبل كده احنا بقى لنا 3 سنين ما بنعملش فتره واحده بس اصلا. لنا 3 سنين ما بنعملش فتره عاد خالص، على طول الموسم داخل في الموسم وهكذا. فاولا راح على طول على الملعب، ابتدى يشوف الامكانيات، يتعرف على الناس، وبعدين ابتدى يعمل حاجات كنا احنا بنطلبها من زمان، لان احنا كنا بنعملها زمان. بيعمل نظام اليوم الكامل. لعيبه تيجي الصبح لحد بالليل، ده شغلتك، انت راجل محترف، فانا محتاج وكانه معسكر. كانه معسكر، بس معسكر دمه خفيف، يعني ايه؟ مفيش في التدريب حاجة اسمها كل يوم أدي لك جرعة معينة من التدريب. لابد يبقى فيه دايما تنويع. فأنا بدي لك الصبح شغل، بعد الظهر شغل تاني، تاني يوم هتلاقي شغل تالت ورابع وخامس، كل يوم أنا بدي لك شغل مختلف، وبالتالي هيبقى دايما أنت جاي التمرين مفيش روتين في التمرين، في دايما أنت متوقع حاجة تتعمل أكتر. التعامل مع اللعيبة بيتعامل معاهم مش بعجرفة وبتواضع، وفي نفس الوقت في حب وفي احترام. الحاجة الثانية، ابتدى يتعرف على الجهاز، ابتدى يتعرف على بعض اللاعبين، ابتدى هو طبعا قبل ما يجي كذا يوم يعني ابتدى يعرف تاريخ النادي الأهلي والفريق نتائجه كانت ايه واسماء اللعيبة والحاجات دي كلها، ابتدى يتعرف عليها واحدة واحدة. كان في نقطة انا اتكلمت فيها قبل كده، وهو لما جه لقى عدد كبير قوي. العدد الكبير قوي ده مش مفروض. عدد كبير قوي من ايه؟ من اللعيبه. عدد كتير قوي من اللعيبه. كان في المجموعه الاخرانيه اللي احنا لعبنا بيها من الناشئين مع ريكاردو، كان في مجموعه اللي احنا لعبنا اللي انضمت كانت مؤخرا. اوكي، فده كان المفروض يبقى في تقييم ليها، بحيث ان الراجل لما يجي يبقى مركز، يسهل عليه الامور يعني. اهو كده. وانا قلت الكلام ده يمكن مع الكابتن اسلام. ابتدى اول ماتشين مع الاتحاد المنستير، الحقيقه ماتش في تونس والماتش اللي هنا، ابتدى يدي اللعيبة كل واحد بيديله حقه. أنت في التمرين بتجيد، بيشوف إمكانياته الفنية إيه. مثلا هناخد مثلا محمود متولي من اللعيبة الكويسة قوي اللي بتبدأ من تحت، وأنت في النادي الأهلي ما أنتش محتاج الشناوي ياخدها ويروح شايطها وتبقى 50-50، لا أنت عايزها تبقى مسيطر على الكرة 100% وهي في رجليك. فابتدى يديله، على الرغم أنه هو بقاله سنتين تقريبا مصاب وما كانش بيلعب. ابتدى يوظف محمد عبد المنعم في ناحيه الشمال، هو دايما بيلعب ناحيه اليمين. ابتدى يرجع اكرم توفيق واداله اول ماتش، على الرغم انه بقاله سنه وعامل صليبي، ومع ذلك ما خرجوش في الماتش الاولاني عشان يديله لياقه ماتشات. ابتدى يعتمد على حمدي فتحي وعلى ديانج، وطبعا ديانج بالنسبه له نمره واحد في وسط الملعب يعني. فشوف كل الماتشات هو بيبتدي بيه مع يا اما السولية يا اما حمدي فتحي. الجزء القدماني هو اللي لسه فيه شويه قلق شويه ولسه ما استقرش عليه، لكن هو ابتدى بعد الماتش اللي فات مع بعد ماتش اسوان، ابتدى يحط ايده على بعض الحاجات. الحاجات دي منها ان هو في المؤتمر الصحفي قال انه هناك ناس ما كانتش مركزه، في ناس الاداء بتاعها مش قد كده، انا عندي لعيبه كتير واللعيبه كتير ديت انا هبتدي ادي لها، لان انا مش هعتمد على الرؤيه في التمرين، لا انا هبتدي ادي في الماتشات علشان احكم على اللاعبين.